بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا اليوم أو في هذا الفيديو سوف نحاول برمجة أكواد لابويسونس أو الأوس، وذلك باستعمال لبوك الفوغ. نفتح النوفو بروجي ونبدأ في كتابة الأكواد. سوف نحتاج إلى 4 متغيرات من نوع انت أنتي، أعداد صحيحة طبيعية. العدد A، متغير A والذي يمثل العدد، والمتغير N والذي يمثل الأوس، والمتغير بي والذي يمثل النتيجة، والمتغير اي الذي يمثل لوبا. نكتب print f entry un nombre deux points point virgule scan f pourcentage d e commercial a point virgule. ثم نفس العملية بالنسبة للأس، كوبي كولي، وسنغير هنا النومبر بأون بويسونس، وهذه صياغة فقط. إي كوميرسيال أ نعوضها بإي كوميرسيال إن، نضع بي تساوي 1 كقيمة بدئية للنتيجة. On initialise P à la valeur 1. نستعمل لبوك الفور والتي تتكون من 3 إحداثيات. الإحداثية الأولى هنا E تساوي 1 point virgule وليس virgule، وهذا مهم. E أصغر أو تساوي N، والإحداثية الثالثة E plus equal 1 والتي تمثل لوبا. هنا لوبا يساوي 1، يعني أن إي ستزداد بالقيمة 1، يعني 1 2 3 4 5 وهكذا. نفتح لزاكولات أو المعقوفات ونكتب بي تساوي بي في أ بوان فيرغول. إذا كل ما هو داخل لزاكولات سوف يتكرر، خارج لزاكولات سوف نكتب نستعمل لانستريكسيون إف، لأن هناك حالة غير معرفة، وهي الحالة عندما تكون أ تساوي 0 وإن تساوي 0. 0 أو 0 فورم أنديتيرميني غير معرفة. هذه الحالة هي A تساوي تساوي 0 and N تساوي تساوي 0. نفتح لزاكولاد print F form indeterminé point virgule ونكتب else f pourcentage d à la puissance pourcentage d est égal 2 points pourcentage d. ونضع d الأولى في a virgule d الثانية في n والد الثالثة في P، ثم نكتب point virgule. أظن أننا قد انتهينا من كتابة الأكواد. سنذهب إلى المرحلة الموالية وهي la compilation et l'exécution. سنسمي puissance ونختار extension point C enregistrer. Entrer un nombre par exemple 2. Entrer une puissance par exemple 3. 2 à la puissance 3 est égal à 8, et c'est juste. Essayons un autre nombre. Nous j'arrive à l'hala 0 ou 0. Entrer un nombre, 0. Entrer une puissance, 0. Donc, forme indéterminée. 0 à la puissance 0 est une forme indéterminée. Essayons un autre nombre. 4. Entrer en puissance 3. 4 à la puissance 3 est égal à 64, et c'est bien juste, et c'est le bon résultat. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الشرح. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم، وهذا مرادنا، وأن أكون قد قدمت هذا المحتوى بشكل مبسط. أتمنى لكم التوفيق، وإلى فيديو مقبل بإذن الله، والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.